تعرف على حضرتك؟ محمد عطية، نقيب فلاحين الوادي الجديد. ايه المشكلة بتاعتكم في الوادي الجديد؟ احنا عندنا في الوادي الجديد قضايا فساد، اللي هي استيلاء الأراضي بتاعت الدولة الكبار المستثمرين وعملوها تسكيع. يعني عندنا شركات واخدة بال20,000 فدان وما زرعتش حتى 2000 فدان. أسماء الشركات يا حاج؟ احنا أقول لك شركة، يعني على سبيل المثال وليس الحصر، يعني احنا عندنا شركة اسمها شركة كروين موجودة في مركز الفرافرة، واخدة 24,000 فدان و400، زرع 1825 وباقي 22,000 فدان. رحنا رئاسة الوزراء ورحنا لوزارة الزراعة ورحنا للنائب العسكري، يعني جميع الاتجاهات اشتكينا عشان نفسخ العقد، لأن العقد بيقول لك خلال 5 سنوات إذا لم تزرع الأرض تفسخ تلقائيا دون اللجوء للقضاء. كان رد وزير الزراعة علينا إن الأرض مرفوع لها قضية من سنة 2009. طب وليه قضية والعقد مبرم بيقول لك إن العقد إذا لم تزرع الأرض خلال 5 سنوات يفسخ، ومن سنة 2001 يعني لغاية سنة 2007. المفروض النهاردة الأرض تتاخد تاني ترجع وتتوزع للشباب. فده كل أملنا، يعني نظر للوادي الجديد، لأن الوادي الجديد هو مستقبل مصر. قابلتوا حد من المصريين؟ قابلنا وزير الزراعة وقابلنا وزير وقابلنا رئاسة الوزراء، رحنا برضو قال لكم ايه وزير الزراعة؟ وزير الزراعة بيماطل، لأن أصلا وزير الزراعة ما ينفعش يبقى وزير زراعة، والجرايد كلها الكلام ده على مسؤوليتك؟ على مسؤوليتي. هو أساسا جزائر إسرائيل 9 مرات، والكلام ده في الصحف والمستندات وفي نقابة المحاميين، يعني نقابة الفلاحين معاها المستندات كلها اللي دين وزير الزراعة. إيه اللي عمل وزير الزراعة للفلاح بعد الثورة؟ شكارة الكماوي بوصلة 180 جنيه اللي أساسها 75 جنيه. يعني ما زلنا في العصر الأولاني، ما فيش حاجة. أنا عايز أعرف الدور اللي ظهر من وزير الزراعة للفلاحين. أنت عايز إيه من وزير الزراعة الجديد؟ حتى لو هو لو جه واحد جديد هتطلب منه إيه؟ عايزين يبص القضايا الفساد اللي على الواقع. الأراضي ديت اللي موجودة في الوادي الجديد وقاعدة مهملة، ليه ما تستحبش وتتوزع تاني للناس، الناس الغلابة والشباب الخريجين؟ ده اللي أنا عايزه، مش عايز حاجة لنفسي. أنا بتكلم على حاجة عامة، أراضي بالآلاف اللي في دينا، والناس هنا مش لاقي حاجة. أنت جاي النهاردة القاهرة عشان تتكلم في هذا الموضوع؟ مرة واثنين وثلاثة، وأنا بمثل نقيب فلاحين الوادي الجديد وبتبني القضية ديت اللي هي قضايا الفساد على أرض الوادي الجديد. كل التوفيق لك يا حاج وشكرا. شكرين وبارك الله فيكم.